الاخوه الله يرضى عليكم، ما بغيتكمش تحبطوا بسبب ان كتشوف دي شيفر عند الناس وانت ما قدرتيش. انت شحال عندك في التيم داودي؟ اخويا انا عندي في التيم 24 واحد، وجي عندي الاكادير ومرحبا بك عندي في البيرو. اتشوف 24 واحد خدام في البيرو، خلي لي خدام براد البيرو. وهذا 24 واحد نلقى عليك 10000 كوموند باغ جو، 24 واحد نقول لكم واحد 600000. هاد الجوايع طالع نازل. رقيب بنش قال واحد السؤال، رقيب على كيف في الطاليان، قال لك يسول فيه في المدو. ونقول لكم على قضيه اخرى، هنا فين كاين الفرق. ملي كيقول لك اكس كندير 1000 كوموند، راه ملي كتسول شركه الفيلمنت مع من خدام، راه كتلقى واحد قال لك كيعطي 12 15. وهنا الناس اللي كيقول له شحال كدير، انا كنهضر عليا شخصيا في الشركه ديالنا انا وراقي، انا عطيت الاسماء ديال الشركات سي سوا لي يحيى محمد سي الارامكس قبل ما نحبس معاهم واحد نقول له 3 موا هادي ولا 2 موا كنت عندهم في المغرب. هيا ارامكس هز التليفون عيط لي جوب غي جوب كيعرفوا محمد يحيى، قول لهم شحال كان كيدير مع يحيى، غيقول لك كان عندنا هو اكبر كليان في المغرب كامل. وسول عليا في الشركات في الخليج، الناس اللي كيخدموا في الخليج سول عليا الشركات كامل تما، قول لهم يحيى محمد يقول لك كيدير اكس اوردرز هذه ما يحتاج لك الطبيب. نرجع للموضوع ديال الاخوان، السي او دي هو بيزنس. الله يرضي عليكم الدراري، انا ما بغيتش باقي الناس يتيحوا سي عدنان قال لك كاين حي الداخله حدا تفطر. هو دا جاب كاع على دغيس ديال البيرو ديالي عندك العقاقه، يعني انا في الداخله. اخوان السي او دي هو بيزنس، الله يرضي عليكم. وملي كنهضروا على بيزنس كنهضروا على واحد ستراكشر، يعني واحد نظام بحاله بحال اي شركه ثانيه، بحال ستاسيون بحال قهوه بحال. السي او دي بيزنس اللي قال لك راه كيجيري بيرسون دو بيرسون تخوا بيرسون، نقول لك هذاك جوج حوايج اللي كينطبقوا عليه، يا اما كيكذب عليك في دوك الشيفر الوهميه، يا اما كيدير شي حاجه صغيره، يا اما ما كيدير حتى شي حاجه. باش غير نتفاهموا اخوان، باش ما تغروش بارقام ما كايناش، ما تحبطوش. انا الهدف ديالي من هذا اللايف هو انني ما بغيتكمش نتوما تحبطوا. الامور اخويا راه باينه، امور واضحه. سي او دي بيزنس عنده مجموعه من من النقاط اللي خصهم تحترم. اول حاجه الناس اللي كيوصلوا في سي او دي بيزنس هما الناس اللي كي عندهم تيم، اللي عندهم فرقه. علاش كنقول لك علاش نقول لكم خصك بيزنس؟ لانك انت ربما كتكون ماركتر، تكون مسوق واعر، حدك انك انت دير الارض وتلقى لي واحد البرودوي مزيان. كم اللي كنجيو ما بعد الاوردرز، عندك الفيلمنت، عندك الاوبريشن، عندك الكول سنتر، عندك لازيون ديال الروتور، عندك بزاف ديال الحوايج هنا، فين انه ما يمكنش تجيريه بدو 3 4 بيرسون. وبعدو غتولي 150 75 زد على 100 اخرى، يعني كتولي 175. وهاد 175 باش تعيط لهم تروفو بار جور، خصك اخويا في التيم واحد ربعه الناس، خمسه الناس. ايوا انت زيد عليهم الناس ديال الفيلمنت، الناس ديال الباكيجين، الناس اللي غادي يلصقوا الايويبال، الناس اللي غادي يتلقاو الناس اللي كيديروا الغاماساج، والناس اللي غيمشيو الامانه ولا يمشيو الناس اللي غيجيريو الروتور، الناس اللي غيديروا الفولو اب مع الدرايفر مع الليفرور. فهمتوني يا اخوان؟ ها ما تقولوش لي جوج الله يرضي عليكم، راه اللي قال لكم جوج راه ما خدامش. قال لكم اي انا احسن، هي عندك اخويا سميتك مهدي لاغوما، القاسح احسن من الكذاب. انا احسن نكون معك قاسح، احسن نعطيك القاسح ونقول لك الواقع، ولا نكذب عليك ونسوق لك القضيه.
نصيحه، بداو بلا تيم كبدايه حتى تحسوا براسكم. بيان سور انا ماشي قلت لكم بداو بالتيم، لا لا يا اخوان عافاكم ما تفهموش عاوتاني هضرتي غلط. انا ما كنهضرش على التيم. انا تبدا بها غدا، غدا تبدا بوحدك، ولكن حيت غدا ما غاديش 100 كوموند. ولكن انا كنقول لكم الا كدير واحد 100 كوموند شهرين سطروا على هضرتي عاوتاني، ما نلقاش عاوتاني 100 كوموند مزاديه واحد 15 يوم 20 يوم شهر شهرين، راه مالكش تجريها بوحدك ولا مع جوج ناس ثلاث ناس الله يرضي عليكم. اوكي كنشوف واش كاين شي سؤال اللي هو من بعد غندوزو لكيستيون ديال الاخوان. لا خويا ما حلينش باقي الفورماسيون للخليج. الخليج اللي بغا يخدم فيه راه باين صافي بلان. المهدي بن تاني شفت فيديو واحد خونا قال لك 9000 اوردر في النهار، ما عرفت اخويا ما عمنا انا شتي ما عمرنيش 9000 اوردر 9000 اوردر خويا. لا 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 ما يمكنش ما يعني في المغرب ما عرفتش اخويا 9000 اوردر في النهار. نكملوا الموضوع ديالنا. انا الفكره ديال الاخوه اللي بغيت نجي لكم هو انه السي او دي راه بيزنس، والسي او دي البيزنس ملي كنهضروا عليه هنا كنهضروا على فرقه تيم اوبريشن. المشكل ديال السي او دي هو فيه بزاف د الاوبريشن، ماشي ما فيهش بزاف د الماركتينغ. غنجي لكم من الاخر باش نعطيكم الفرق ما بين دروب شيبينغ او الكاش اند ديليفري. دروب شيبينغ ما فيهش بزاف ديال الاوبريشن، فيه تاخذ اكسل تيفطو في فان لا جورني للسوبلاير ديالك، هذا هو الاوبريشن اللي فيه. ولكن العكس ديالو هو السي او دي. السي او دي فيه شويه ديال الماركتينغ وفيه بزاف ديال الاوبريشن، واللي وصل واللي ما وصلش هنا فين كيبان في الاوبريشن. واش انت قوي، واش انت واعر في الاوبريشن، السي او دي بيزنس غتبني. ما واعرش في هذا الشيء غير بلا 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 ما غاديش تنجح فيه. واخا تكون ماركتر واعر، كنتلقى بالناس والله العظيم كيقولوا لي شحال كتجيب السيت، نقول لهم 3 دولار 2 دولار 5 دولار، كيقول لي حنا كنجيبوها 50 سنت بدولار، ولكن ما عمرو كيوصل شي حاجه. انه السي او دي ماشي هو ماركتينغ بوحدو، هو كاين فيه الاوبريشن بزاف. هذه اللي هضرنا عليها. كما قلت لكم السي او دي فيه بزاف د الاوبريشن. والناس اللي نقول لكم النصيحه اللي جايين نقول لكم من الاخر، اللي بغى الاخوه الله يرضي عليكم اللي بغى يمشي بعيد في السي او دي خصو يتقل الاوبريشن. انا عارف مغاربه ولاد اكادير كنعرفهم مشاو الفلبين حلوا فيه، هزاتهم مشاو الفلبين حل فيه، مشاو كعرف دراري اخرين ماشي ولاد اكادير مشاو لافريك حلوا فيه. ولكن هاد الناس عارفين في دماغهم كانه السي او دي بغى الاوبريشن. هذه هي النقطه الثالثه اللي جيت نهضر عليها. العدد ديال الطلبيات او الاوردرز في النهار ما عمرك كيتعلق بالاتس الله يرضي عليكم. راه انا غادي نجي نطلق واحد الكامبين وناخذ واحد 5000 دولار ولا اقل كاع، ناخذ 1000 دولار من فلوسي نقول غادي نقمر بها وندير لكم واحد الكامبين ونصور عليكم الفيلم سهله. ومن بعد هذا ماشي معيار الاخوان، الكوموند اللي كيخرجوا هما المعيار والديليفري هما اللي كالمعيار. وشنو هو المعيار هذا الشيء كامل؟ هو واش عندك التيم. لان باش دير بزاف ديال الكوموند خصك التيم. الناس بزاف كيسولوا كيقول لك خويا هضرني على الاوبريشن، هضرني على التيم، على ستراكشر ديال البيزنس. هذا انا دابا هضرت عليه. باش اخويا دير المبيعات بزاف خصك التيم. ما قلت لك بدا بالتيم، بدا بوحدك اخويا شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه ديك الساعه ملي كتوصل للتيم. حنا ملي بدينا، انا ملي بديت السي او دي في الخليج شي 5 سنين هذه يمكن بالعقاق ولا 6 سنين، بديت انا وجوج الناس شويه بشويه 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 حتى ولا عندنا في التيم حاليا دابا 24 ولا 25 واحد. وانا في البيرو بغيت نصور لكم والله تنصور لكم، تشوفوا البيرو تشوفوا كلشي بعينيكم. دونك اخوان ما تغروش بزاف سكرين شوتات، ما تغرش بزاف بالارقام. راه باش دير بزاف ديال الكوموند خصك
يكون عندك تيم ديالك حيت تيم هو اللي كيدير الاوبريشن. وباش تمشي على النقطه الاخرانيه اللي بغيت نهضر فيها هو باش تمشي بعيد, باش تمشي بعيد في السعودي خصك جوج حوايج توفروا عندك او ثلاثه حوايج. خصك الاستمراريه, وشكون اللي كيدير الاستمراريه؟ جوج حوايج. يعني باش تمشي بعيد في السعودي خصك الاستمراريه, وباش تكون عندك الاستمراريه خصك جوج حوايج الاخوان, قليل اللي كيهضر لكم عليها وانا جاي نهضر لكم عليها. اول حاجه هي التيم. هدوينا في ساعه نص ساعه هذه ولا عشر دقائق كنهضروا فيها التيم. اوبريج اخويا من التيم بلا فرقه انك شدت ما بغيتش تمشي بعيد. النقطه الثانيه هي الكاش فلو اخوان. راه اللي قال لك انت ب 600 درهم غدير بيزنس ديالك عشان دير بريك يضحك عليك. يقول لك 600 درهم 1000 درهم غتريني به غتعلم به, انا معاك. انا كنقولها لكم 1000 درهم غتعلم به, ولكن نقول لك اخويا راه غدير بيزنس ب 600 درهم راه كتضحك على راسك. باش نتفاهموا, حيت كاين الكاش فلو. دابا انت تخيلها معايا, تخيلها معايا, انت عندك 100 دولار, عندك 500 دولار. دابا اجي انا وياك نحسبوها ووري لي هذا المنطق كيفاش غدير لي. عندك 500 دولار, جيتي النهار الاول سبانديتي 100 دولار, جاب لك واحد 50 ليد, جبتي فيهم واحد 20 25 كونفيرمي. باش تخرجهم خصك تخلص عليهم 60 درهم الامانه باغ اكزومبل. وباش تخرجهم يعني 60 درهم مضروبه في 25, يعني 60 مضروبه في 25 حسبوها دابا. هذيك راه 300 60 25 حسبوها, زيد عليها السلعه ديالها بحال شاريها, ها هي خرجت. والغد ليه خصك تسباندي نفس المبلغ في الاد سلعه. شوف لا فان دا سومين, شوف لي هذيك 5000 درهم راه غتديك يومين 3 ايام, ومن بعد غتحبس. عندك 5000 درهم غتخدم بها الادز والشيبينغ والسلعه 3 ايام 4 ايام وغتحبس. اش كتسنى؟ كتسنى دوك الفلوس يرجعوا لك, دوك السلعه اللي خرجت يرجعوا لك فلوسها. راه انت اش غيوقع لك؟ راه ما غاديش تدوك الفلوس حتى تولي في الناقص, حيت اليوم الرابع كيتحوا عليك لي الشارج ديال الخدامه والكرا و و و و و ولا انت واقف كتقهوى الى اخره. نعطي لكم باش غادي نفسرها لكم. بحال داك السيد اللي عنده محل ذكرى كاري محل 3000 درهم في الشهر, يعني عنده ناقص 100 درهم باغ جو ديال الكرا. ملي كيخدم النهار ويومين وثلاث ايام كيسوى واحد البركه كيديرها في جيبو, كيمشي يسهر ولا كيمشي يسافر ولا يقصر. اليوم الرابع ما حلش عنده ناقص 100 درهم, اليوم الخامس ما حلش ناقص 200 درهم, اليوم الثالث هي ناقص كيرجع بعد سيمانه باش غير يبدا. ما كيبداش في الصفر, كيبدا في الناقص. دونك هذا السيد ما عمرو طلع الراس عليها. هادشي اللي كيطرى الدراري كتلقاه داير داير داير, كيقول اخويا دعي انا خدام عام هادي في هذا السعودي ومدور الفلوس, ولكن كونك ديالي ما فيه ريال. علاش؟ حيت ما كايناش الاستمراريه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم كاع في هذا اللايف هو الاستمراريه هي كتخليك توصل, وهي الفرق ما بينك انت اللي مازال ما وصلتيش وانت اللي وصلتي. وكما قلت لكم هذه الاستمراريه كدير بجوج حوايج, بالتيم وبالكاش فلو كابيتال باش ما يضحك عليك شي واحد. هذا ماشي دروب شيبين باش تدخل تشد في المدابه في بيبر ولا ستريب وتشري بها الساعه غدا, راه ماشي هذا هو. باش غير نتفاهموا خويا يحيى, انا سنتين في السعوديه دابا بغيت ندير شركه, ممكن تعطيني معلومات على الضرائب؟ اوكي خويا ندوز ان شاء الله نهضروا على يعني اخوان اكون منطقي معاك مع راسك, معاك صح كون منطقي مع راسك. عارف ان باش تمشي بعيد في الاستمراريه في هذه في السعودية خصك جوج حوايج كما قلت لك, خصك الاستمراريه عفوا, وباش تكون عندك الاستمراريه خصك التيم والكاش فلو. التيم هو اللي كيخدم نتا عيان ما عيانش كاين ما كاينش, هو اللي خصو يخدم. وكاين الكاش فلو حيت ما قلت لك راه 5000 درهم 10000 درهم ما كاينش الدور بها رويضه, ولا كاع كدور راه كدور ببطء شديد. يعني داك اش كيتسمى داك الاكسيليراسيون ديالك راه عيان وما عمرك غتوصل, غدور عام. بحال داك اللي كيزيد في الشفر داك فوق ديالو في النهار 0.1 0.1 الى كاع دار عام 0.1 في النهار ضربها في 365 يوم حدو واحد 36.5. ولكن الناس اللي اليوم واحد غدا جوج بعدو ربعه بعدو 8 بعدو 16 بعدو 32 هذا كتلقاه كيوصل دغيا, لانه عنده واحد اكوميلاسيون واحد اكسيليراسيون اللي هي كبيره بزاف. الشيء اللي جاي نقول لكم الاخوان, نعاود النقط اللي هضرت عليهم. السي او دي الاخوان هو بيزنس,
فيه نص اونلاين ونص اوفلاين. نص اونلاين هو البرودكت ريشيرش والادز وتجيب الليد، والباقي كتعتبر بحاله بحال اي بيزنس اوفلاين. خصك كاين اوبريشن، كاين مانجمنت، كاين اكاونتين يعني المحاسبه، كاين بروبليم كاش فلو هنا شي خصك، كاين تيم. السي او دي بيزنس فيه بزاف د اوبريشن، دونك الا ما عندكش مع الاوبريشن ما غاديش بعيد. وباش تجيري واحد النمبرز ديال ليدز في النهار خصك تيم، الفوق تفوت 50 100 ليد في النهار بشكل مستمر الاخوان. ما كنهضرش على اللي كيجيبها 50 اليوم كيجلس 3 شهور ولا شهرين حتى كيساليها، كنهضر على اللي خدام الى اخره. وقلنا باش تمشي بعيد خصك الاستمراريه، والاستمراريه خصها جوج حوايج، خصها التيم وخصها الكاش فلو، يكون عندك القضيه محركه. دابا علاش انا كنقول لكم هاد الهضره؟ بغيتكم تسمعوا الحقيقه المره، بغيتكم ماشي سلبي، بالعكس انا راه بغيتكم تخدموا، هادشي ايجابي. انا بغيتكم تسمعوا الحقيقه اللي غتنفعكم، والحقيقه اللي باش تفيق غدا وعارف اش كدير، ماشي غير كتخيل الوهم. غدا غندير 20 اوفر، 20 لي ب 200 300 400 طاق هضره خويا ما كايناش. ونعطيكم اكزومبل، نعطيكم اكزومبل باش نكون معكم امين. ويلا كان شي واحد هنا يطلع يكذبني مرحبا به. خدمنا في السي او دي في الخليج مع الدراري، وكاين اللي خسر وكاين اللي ربح، رغم انه حنا عطيناهم نفس الفورماسيون. تخيل معايا الدراري عطيناهم نفس الفورماسيون، وكاين اللي كتجي لا فاكتور فيها ناقص وما اكثرهم، وكاين اللي كتجي لا فاكتور وفيها زائد 7000 دولار، زائد 2000 دولار، زائد 10000 دولار، زائد يمكن حتى 26000 دولار بحال هكا. شنو هو الفرق بيناتهم؟ صحابكم انه الفرق بينهم هو الفورماسيون اللي عطيناهم؟ لا، راه عطيناهم نفس الفورماسيون، نفس المعلومه اللي حتى انتم ما كتعرفوها، ما عطيناهمش شي حاجه خارقه للعاده باش نكونوا واقعيين. ربما شويه ديال الكوتشين، شويه ديال المعلومات، شويه ديال الشركات، شويه ديال حل البيبان، ولكن راه خداو نفس الفورماسيون وما كاينش. علاش؟ لانه كاين اللي عنده مع الاستمراريه، كاين اللي ما عندوش استمراريه. ملي جينا ندرسوا الحالات ديال هاد جوج الحالات اللي معانا، لقينا ان الفرق الكبير، الفرق الواحد عفوا، اللي كاين بين هادو وهادو هي الاستمراريه. هادو كامل اللي لقينا عندهم ناقص، ملي كنمشيو للستوريك ديالهم كتلقى انه كيحبس. مصطفى الصديق، دابا بغيتي توصل لينا غير نقلبوا؟ لا خويا، لا فكرتوني واحد دو جوغ هادي ولا تخوا جوغ، لقيت في شي جروب من دوك الجروبات ديالنا، انه واحد الدريه مسكينه بوستات، قلت لهم راه يحيى قال لكم السي او دي مات. وجيت انا شفت البوست كومنت، قلت له انا ما قلت لكم السي او دي مات، وهما الناس اللي كان قال لكم كومنت كيقولوا لي هاكو راه بغاو، كيقول لكم مات باش تخرجوا باش تبقى ليه السوق. ما حقو يقول لي بغا، ولكن غير باش غتشوف العقليه اللي عندنا. دابا الا خرجتو انا غيبقى لي السوق بوحدي. انا نقول لكم على الامانه، ما خدامش في المغرب باقي، وسول الشركات مع من كنت خدام، ما بقاش خدام انا في المغرب كاع. دونك باش كنقول لكم راه الماركت مات، انا كنقول لكم اللي بغى يخدم خصو حوايج. انا هذه نصيحه من عندي، قبلوها ولا لوحوها. انا اليوم جاي نقدم لكم واحد النصيحه، ومن بعد هذا الشيء، من بعد هذا اللايف، هذه النصيحه اللي عطيتك قبل بها مشكورا، ما تقبلش بها مشكورا، ولا تبتي العكس انا غنكون فرحان. ولكن انا عارف شنو كاين. النصيحه ديالي هو انه السي او دي هو بيزنس. اتحدى اي واحد يطلع دابا يقول لي كيدير 100 كوموند اكثر من شهر، وما عندوش واحد التيم، وما عندوش واحد الكاش فلو، وما عندوش واحد الاوبريشن قوي. دابا كيتفرج فينا 1337 واحد، يعني قرب 1400 واحد، يطلع شي واحد هنا كيما بغى يكون وكيدير هاد الشيء اللي كنهضروا. انا ما كنهضرش على مول 10 و20، كنهضر على مول 100 الفوق. انا كنهضر على مول 100 الفوق. نتحدى شي واحد يطلع هنا كيدير فوق 100 اوردر في النهار، مدة فوق من شهر، يفوت ليا الشهر ماشي كدارها يومين ثلاثة محبس، و كيديرها. وهادشي اللي قلت هو ما كاينش، يعني ما عرفتش قلت لكم فكرة صحيحة ولا لا، يعني كيديرها وهادشي اللي قلت لا ينطبق عليه، فهمتوني؟
انا عاد ما غيطلعش وهاو مال لايف هاو مال انترناسيونال. انا كنعمل 65 محمد بردوني انا خدو هذا قال لك انا كنعمل 65 خويا محمد بردوني الله يرزقك بخير قول لي بشحال من تيم كدير هاد 65 وهاد 65 كديرها في الكاشين ديال ليفرو كتكونفيرم باغ تيليفون شحال عندك بشحال من تيم كديرها. ها هو يجاوبكم واي واحد هنا كيدير كترونيه يقول لنا باش كيديرها غيلقى انها عنده تيم. ها هو السيد رضوان إيريغي انا كندير 100 فوق 100 فوق يوميا والحمد لله عندي 6 البنات في التطلق. ها هو السيد جاوبكم 100 هذا هو حساب 6 7 8 ها هو السيد طلع لكم. شوف راه والله الا ما كان ماشي زعما كان غير لكم انا كنقول لكم الواقع انا كنهضر مع الناس اللي كيخدموا ماشي الناس اللي كيدوي. السير دوان إيروغي ها هو سولوه في البريد قال لك انا كندير 100 فوق يوميا والحمد لله عندي 6 البنات في تكيب طلبات مقبول. هذا رقم منطقي. واحد المره نضحكم باش نضحكم نعاود لكم واحد الطريقه وقعت ليا في واحد الايفنت من بعد ليزيفنت فات علي شي عامين هذه تقريبا تلاقيت مع واحد السيد قال لي كنهضروا على كاش ندير قال لي انا كندير 1000 كوموند في النهار. قلت ليه تري بيان قلت ليه مزيان ويقول لي قلت ليه مزيان شحال فاش عندك في التيم شحال من البنت كتكون في 1000 قال لي جوج ثلاثه والله الا باقي عاقل. قلت ليه مزيان وكان راقي جالس حدايا قلت ليه خويا اسمح لي شي حاجه كتطويط عزكم والله والله مشيت للطويط ما رجعتش عنده كنا في جاسين فواحد في لوطيل هكا والله الا ما رجعتش عنده لان ماشي غندور فيه غادي نقول شي هضره ما بغيش يشوفني. عليها الاخوان شوف تيم باش دير 100 و 200 راه خصك تيم وخصك كاش فلو الناس اللي خدامين هذا هو السر ديالهم سر الاخوان كاين في التيم والكاش فلو صافي. الكاش ان ديليفري بغا هاد جوج حوايج كاين بغا التيم والكاش فلو رجع اصلا ما كنهضرش على ما كنهضرش على البدايات كنهضر على الناس اللي كيديروا. قال لك ما تفهموش غلط راه بنات من بني الجن. الناس اللي سولوني علاش ما بقيتيش خدام في المغرب خويا ما ماشي زعما المغرب نجيكم عاوتاني صريح جدا راه ماشي مشكل في المغرب انا علاش ما بقيتش خدام في المغرب. انا نجاوب على هذا السؤال حيت بزاف كنتسول عليا علاش ما بقيتش خدام في المغرب. ما بقيتش خدام في المغرب لان انا باعتقادي الشخصي المتواضع جدا ما كايناش شركه شيبينغ في المغرب اللي ممكن تستجب لذاك الشيء اللي ولفت انا في الخليج. اوكي انا ملي كنت في الخليج انا في السعودي ما بيدوش في المغرب بيدو في الخليج. ملي بيدو في الخليج انا مولف واحد اوبريشن معين مولف واحد نعطيك اكزومبل انا نعطيكم غير واحد الاكزومبل بسيط جدا. الشركات في الخليج او في اسيا ملي كتحل معاهم واحد الكونترات ديال الشيبين كيعطيوك اكونت مانجر يعني كيعطيوك واحد الشخص في الداخل ديال هاد الشركه عندهم هاد القضيه فهمتيني يعني هذا هو اول مشكل. انا مول يعني ربما انا اللي خاسر انا اللي مصري الشركات عليها ما بقيتش خدام في المغرب. زيمون ستوك سول لينا البيرو ديال التيم اخو دابا اخويا نسول لك دابا انا نيت فيه نكمل هذه القضيه ديال علاش ما بقيتش خدام في المغرب. انا مشكلتي في المغرب ماشي هو الادز ماشي هو البروداكت ماشي هو الماناجمنت ماشي هو الكاستمر لا عندي مشكل مع شركات الشيبينغ لانه ما كايناش شركات الشيبينغ ديال اي كوميرس في المغرب. كاين شركات كيحاولوا كيديروا اللي جهدهم ولكن انا داكشي اللي ولفت ماشي هو اللي كاين. انا مولف واحد ليفل عالي في الكاستمر سيرفيس فخصني اكونت مانجر ديالي يعني انا اللي مكلف عندي بالاوبريشن عنده الرقم الشخصي دايركتلي مع اكونت مانجر كيقدم لي كل نهار دي رابور كيقدم لي نصائح باغ اكزومبل مثال
اكونت ماجر ديالي كيقول لي سيدي هي هذا الشهر ما تخدمش السعوديه، تخدم البحرين مثال. كتقول لي علاش؟ كيقول دير الشهر الجاي شركه عندها واحد الاوفر كاباسيتي في هذا الشيء هنا، لا عندهم عيد وطني، لا راه كاين واحد المشاكل سياسيه اللي ممكن تاثر. فهمت اش بغيت نقول لكم؟ يعني اكونت ماجر ديالك كيوجهك، كيطلع عليك الرابر يقول لك شوف انت عندك ديليفري في هذا البرودوي اكس في البحرين، الكويت عندك عيان خدموا هكا. فهمت اش بغيت نقول لكم؟ هادشي على هادشي اللي خلاني، ولكن المغرب راه فيه الناس خدامين، باش نكون انا عندي صحابي خدامين في المغرب. اريز اللي قال لي نسول لكم البيرو حيت ما كيتيقوش هاد الناس، ولكن ماشي مشكل. فين كتقلب الكاميرا هنا؟ اهو اخويا انا هنا عندنا حنا بلاصه ديال الكول سنتر، نوريكم كاع البيرو ماشي مشكل. انا هنا هاد البلاصه هي ديال الكول سنتر. الكول سنتر انا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كامل ديال الكول سنتر هاد البلاصه الاخوان، ها سبعة ثمانية تسعين في هاد البيرو بوحدو. المهم ها انت كنوريكم، وهنا ديال الاوبريشن تيم في شي جوج ربعة ستة شي ثمانية الناس، هاد الناس اللي كيجلسوا عندنا هنا حنا فري. هاد البيرو ديالي هنا دونك صافي خويا شتي البيرو. مثلا كدير هذا هو اخويا اسمك الله ات شمس كوشين، اسمح لي ما لقيت السميه مزيان. هذا هو السؤال اخويا، علاش كنهضروا خص باش تبقى في الكومون طلع خصك تيم، لانه انت ملي كدير انت 10 بوحدك ولا معك وحده ولا واحد كيعاونك راه باش تطلع لنا 20 و 30 و 40 خصك اللي يخدم. شوف سكيل في الدروب شيبين كاين بالبادجيت، كاين بالفلوس، كاين بالاد اكاونت، كاين بالطرق اللي كنشرحو للناس. انا ماشي خبير في الدروب شيبين، ولكن باش تسكيلي في السعودي خاصك اخويا تسكيلي في الجانب البشري اللي هو التيم ديالك. زيد الماء وزيد الدقيق. الى جوج البنات كيديروا لك 50 كوموند باغ اكزومبل، هذا غير مثال، كيدير لك 20 كوموند باش دير 40 خصك دوبل البنات. صافي ترجع للستر. الناس كامل اللي كيدعوا لك يقول الله يبارك، الله يبارك فيكم اخويا. واش انت فايت 1 مليون دولار فاش اخويا؟ في السيلز بيان سور. لا كنهضر اخويا على 100 في النهار ماشي 100 في الشهر. 100 في الشهر ديرها بوحدك، راه 100 100 في الشهر اخويا غير 3 في النهار. هذيك 3 في النهار سير اخويا تفيق مع 11 وثلاث وعيط المكالمه الاول والثاني والثالث راه سايف في النهار. الله يسخر لكم الدرتي انتوما الناس اللي كيدعوا. الله يسخر، امين، الله يسخر لكم كاملين. انا دابا ساليت الفكره اللي جيت نهضر عليها. مرحبا بكم بلي كيسيون ديالكم. سولتوني على علاش ما خدامش مع المغرب في المغرب باقي. انا قلت لكم مشكلتي اللي ما كاينش شركه ديال التوصيل اللي ممكن تلبي ليا لا متضنا باش مولف نخدم وباش باش ربيت التيم عندي. انا عندي التيم والله زعما كنقول لهم المغرب كيكفروا. عندي واحد السي سميتو يوسف اللي هو التيم ليدر عندي، تقول لي تخدموا غدا المغرب يقول لك لا خويا عفيني. وكيما هادشي اخويا راه المغرب راه خدام، الله يرضي عليكم ما فهمهاش شي واحد، المغرب خدام الاخوان. نفيك فيها التليفون حيت تبارك الله عليك، الله يبارك فيكم. شنو كتقصد بالاوبريشن؟ هاد السؤال بزاف كيبان لي. الاوبريشن هو لي زوبيراسيون يعني بالعربي العمليات. شنو هي كيفاش نشرحها عاوتاني؟ العمليات اخويا انا نقول لك شنو هي العمل الاوبريشن كنقصد به. انت كدير في هو الاوبريشن، هاد العمليات كامل حنا كنسميو الاوبريشن. كتقصد بالكاش فلو خويا؟ شنو هو الكاش فلو بالفرنسية ولا بالعربية؟ الكاش فلو هو الكاش فلو
يعني كيفاش الفلوس هي فلوس ما عرفتش نشرحها لك. الفلوس داخله وخارجه يعني باش يجيو الفلوس اللي تخدم بهم، عاوتاني الفلوس الدايره، السيوله الماليه نقدروا السيوله الماليه يعني السيوله اللي غتخلي البيزنس ديالك غادي مزيان وكيدور. المهدي بناني، السي محمد هل درس التسيير واداره الاعمال في الجامعه سيمود البشريه؟ وي خويا انا قريت على جيستيون دو غوسورس هيومان، قريت لا جيستيون، قريت الفيسكاليتي، قريت حيت انا عندي ايكونومي، انا قريت ايكونومي ربما شي عاوني بزاف، وحتى الطبيعه ديال التكوين ديالي من الصغر ديالي بحكم الوالد خدام في القبس وكيبيع وكيشري هادشي يمكن ساعدني شويه. انا ولد حسن بن الدار، سلموا لي على السي بن الدار والاستاذ ديالي قديم السيوله التدفق النقدي. واو ماناجر ما ينسد، حسيت قال لي كلشي اخويا يحيى ماناجر ما ينسد. اخوان اللي ناجح واللي فاشل هنا كيبدا كلشي، واللي فاشل هنا كيبدا كلشي. الله يرضي عليكم. كي نديرو نجمعو التيم المناسب، شوف مزيان هذا السؤال عاوتاني، والناس اللي غيحضروا معنا في تشاينا ماستر موروكو راه هذا هو السجل اللي غنهضر عليه 28 فيفغيو لو ان مارس ان شاء الله في كازا. شوف اخوان ما عمرك تحمق راسك تقول انا كنقول كي بديت. انا في الاول ملي يلاه بديت كنجيب البنات من المحيط ديالي، اهم سيرتو كنخدمو بزاف في الخليج، كان نلعب انهم يعرفوا يتقنوا الخليجيه، وكنحاول نعلمهم بحكم انا اللي كنتقن الخليجيه وعشت تما واحد الفتره من حياتي وخدمت معاهم سنوات يعني ديالي. ولكن مؤخرا يعني ماشي مؤخرا، من ملي التيم عندي بنت كنجيب البنت كنحطها، يعني كيجيو البنات كاينه البنت اللي مكلفه كتجربها يومين ثلاثه كتقول لي هذه لا، يفكروا يهضروا وتفادى على كل مره توظف موظفين جدد اللي خصك تدربهم من جديد. هذا سؤال واعر اخوان، وغنقاد الجلسه باش نجاوب عليه لان عندي معاه قصص. و شوف انا نقول لكم في هاد التيم اللي عندي هنا خرج عندي في التاريخ ديالي من 2011 عندي التيم، خرج عندي في البيرو مساد الناس، بنت تزوجات، بنت مشات استاذه، دري جريت عليه، بنت جريت عليها، بنت جريت عليها، يعني خمسه. ويعني في ظرف 10 سنين وخرجوا عندك خمسه د الناس او اربعه د الناس الا حيتي تزوج، هنا كتلقى ان انا بالعكس عندي التيم كنحافظ عليه بزاف، والتيم عندي ماشي اللي كيمشي كيجي يعني كيستقر، يعني الناس اللي مستمر معاك 6 سنين 7 سنين 8 سنين. وهذا الشيء علاش؟ علاش الاخوان؟ هذا هو السؤال، حيت كنخلصهم مزيان قسما بالله. الا كنتلاقى مع ناس وكتوصلني هضره كيقول لك راه داك فلان كيخلصنا 2000 درهم في الشهر، دابا تخيلوا معايا هاد القضيه ديال انت جبتي بنت ولا ولد. انا كنهضر بحكم في اكادير، راه الا جبتي في اكادير يعني ضرب في جوج في كازا بحكم غلاء المعيشه والترونسبور. اكادير 2000 درهم راه اخويا معدي على البنت. انا نقول لك انا كنخلصهم 3000 درهم مينيموم باغ موا، يعني اللي بادي عندي بنت كتبدا عندي كنعطيها 3000 درهم باغ موا بليس لي بونيس والحوافز على الكونفيرمي. انا اي بنت كتخلص على الكونفيرمي وكتخلص على الديليفري، هادشي في الكول سنتر والاوبريشن تيم. هذا هو علم كاش ندير وي خويا خدام مع عندك يودروبي، ما كاينش شي حاجه اخرى في الاوروب. يودروبا خويا كدير لي كلشي، قلبوا في اليوتيوب كاين واحد الفيديو ديال راقي ديال كيهضر على كاش ندير في الاوروب، فسر فيه كلشي من ا حتى زد، ما تحتاج حتى شي حاجه اخرى.